السلام عليكم. السلام. كيف حالك يا بلي؟ هو طيب يعني ناليها كمان جرح كمان جرح يعني مهم عمل ضربات في المرجو. اليوم الموسيسيان اللي طلع في تاكسي ما عمره ما صارت له الفازه هذه. يا اخي فما كمانجه عود جيتار وبيانو، تعرف هذوما يزي فيه البركه. على خاطر رحنا في القرن 21 عام 2019، فما الانترنت فما التلفزه وكل واحد عنده تليفون، دوك ما عندك حتى عذر باش ما تفرقش بيناتهم. صاحبي بلي تعملنا ضربات فالتير ها بالجيتار هذي وشي كمانجه. ولك جماعة كي شافوك مرة تازف يا أخي خطرت لهم باش يستدعيوك باش تحفلهم الجو كسوسوا في سهرية في خرجة هكا في فازات. ألو أنا بعزيز شنحوالك إيه؟ لباس يعني والله يتوحشنيك برشا أجيت معنا قهوة اسمعني يا عزيز جيب معاك الجيتارة كيف الجيتار ولا كمانجا ولا بندير كيف ايجا حفلنا الجو برا صاحبي كالعادة ركع استناو فيك صاحبي وكي توصل وقتها تصير الطامة الكبرى تعمل كل شيء الا انك تعزف. السلام يلا بالمعلم وينك عادي ايجا بس اوه بدلنا عادك العريس جيت بدلنا كيت علي لحوم باب الخضراء ولا في الحشامي ويمكن صارت هالقصة يا اختي انت عندي جيتارة تشبيك كمانجة مش فاطلة كمانجة ترتين عارف ياش بلي اسمعي تعمالي الصغيرة. A few moments later. وانت اذا كانك ميوزيسيان ولا تعرف حد من اصحابك ميوزيسيان ما تنساش باش تبارتاج الفيديو هذا ولا تبعثه له واعملوا ابوني على شين يوتيوب اليرا. ونسيت حاجة نحب نشكر فراس على التصوير وحما على الإيديتينغ والفكرة. حديدة يا عزيزة.